بالنسبه للامتحانات ديال هذا العام السيرسو ديال الفيزيك صعبوا عليهم، بعدا في نهار اثنين داز عندهم كحل باش نكونوا واضحين، فيزيك صعبوا عليهم بزاف ياك، نقولوا الانجلي شويه با مال داكور، ولكن اليوم ملي كنسمعوا ارتسامات وشوف الدراري وسول الوليدات ارتسامات ديال على اساس الرياضيات المات او شحروا عليهم بزاف، ما فيزيك مشحره، لونغري مشحره، الرياضيات مشحره، كلشي خارج كيف كيف، ما تجيب تسولنيش انا، سول الدراري هما اللي كانوا في الاقسام، ها هما الدراري كلهم مسولهم، وراه بزاف هذا الشيء، لكن وبلاتي لكن لكن ما راهوش على حساب الكورونا، ما راهوش على حساب الكمامات، ما راهوش على هذا الكاسك، اولا هذا الكاسك كنقول لك واحد الغلط اللي فيه، اولا الدري مين تيديروا راه كيضربوا جمعه الطويله، الاولى انا بنتي قالتها ليا، ثاني حاجه كيدير الضبابة دوزيام شوز ياك، ثالث حاجه اللي غنزيدها لك الامتحانات قال لهم غنديكم ديال الدوره الاولى ياك، بخصوص الدوره الاولى، في الدوره الاولى بديتو كتشحروا بحال دابا مثلا هذا سميتو اللي داروا ديال اللي داروا لا الحصه الاولى اش كيقول لها فيزيك، فوالا الفيزيك ما طاوش عطاهم ثلاثه السوايع، وتصور كل سؤال عرفتي خصو ماشي يخرج سؤال خاصو في ساعه، ها سؤال في ساعه وبزاف الدراري شوف كلهم كلهم والله يتم بريبارين، ولكن الاسئله اللي داروا ماشي في مستوى حنايا، حالتنا 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 ما نكذبش عليك، انا والله ما كنعس والله ما كنعس، وحشومه داروا معاه في المستوى، حنا ولادنا حافظين، انا ماشي قلنا لكم جبنا لنا شي حاجه ما كايناش، حنا حافظين وكيضلوا مساكين حافظين وعن بعد، راه كاينين شي دراري نقول لك واحد القضيه الاساتذه ما كملوش معاهم والله ما كملوا معاهم، زادوا اي حاجه كيمشيو يقلبوا في البي سي على لي لايف، وكاينين شي واحد الاستاذ الا بغيت نذكر سميتو نذكره بلا ما نذكر ماشي مشكل، المهم الله يجازيه بخير، وكيجي دابا هنا كيطلع على الدراري على حسب هذه الماده ديال مات، والله ما كذب عليك ودايروا اللايف مسكين ما نعرفش كيفاش كيجتهد معاهم، اما الاساتذه ديالو ديال المؤسسه ما نعرفش كيفاش دايرين، واش غنقول لك وتسنى حتى الدراري يعاودوا لك يقولوا لك كل شيء، ايوا انا كنتسمى ام وكنتسناك ويا ربي يا ربي الله يسهل على جميع الوليدات. دوزنا الماتش كان صعيب الرجوله كان صعيب حيت حنا كنا كنبريباريو الان هو اللي لقى لك نخدموا بزاف حيت هو اخر حاجه كذبنا جاو صدمونا بالاكس. واش تحطوا واش خسروا غير واحد الدروس حضوريه ولا درتوا دروس من بعد ما دخلهم في المشي؟ لا الدروس حضوريه، ولكن ما حتى شي استاذ ما عقل علينا في المدرسه ولا شي واحد، قليل اللي دار جروب باش كيخدموا معاك الاساتذه ديال السوايع وقيام، واش الاساتذه ديال السوايع كان شي واحد لاحق ما عطاتش باش ندير، والناس مخدامين موال، كون صاحبوا الوطن كنا داروا في شهر 6 وما يعطلوش اصلا صعيب صعيب، كنا داروا في شهر 6 وخلونا نمشيو نقلبوا على راسنا نخدموا ولا نديروا شي حاجه، هادشي اللي كاين. بالنسبه انتم كنتوا شوفوا هذا الكونفينمنت اللي درتوا مع البريبار، كيفاش كان الموضوع؟ قلت لك بريبار هو مورال، عارف خايف لا تمرض، كتخرج تجيب ورقه وكذا وخايف لا ما خاصكش عقم، خاصك دير خاصك تشد نوبه، غاتعطل ما حيلشك المرض ما حيلشك الوطن. شوف الرساله كون داروا لنا الوطن في شهر 6 صعيب صعيب. كنا داروا لينا في شرسه ودوزناه بحال هكا بحال شرس في ماتش. كيفاش داروا؟ صعيب شويه ماشي ما كناش كنتسناو بحال هكا،
بالنسبه نتوما كيفاش البريباراسيون مع الكونفينمون اللي كان؟ شنقول لك راه في الدار وهي دايره العرقاله وكونفينمون انت ما كتخرج ما والو راه بارك في الدار ما كتبغى تخرج تسولاج شويه وهادي ترجع عاوتاني تكمل ما كاينش في الاخر حطوني هذا الشيء صعيب. كيفاش راه ما لقاش امتحان صعيب؟ صعيب شنقول لك ما راه كلشي تصدم حتى واحد ما عجبو الحال. هادشي راه صعيب ديروا لينا شي حل ولا نشحونه ويديروا لينا صراحه هذا صعيب بزاف واخا تبريباري يعني صعيب بزاف والله واخا ما بينو بين الفيزيك والسباحه صراحه الفيزيك تا هو قاصح ولكن دابا ديال الماط بزاف نتوما بعد ما لقيتو الماط كيفاش الله المورال تاعكم هنا الامتحان دابا المورال طايح بزاف المهم كنتمنى ولكن واخا واخا انك تحاول انك تعوض في مواد اخرى ما غاديش تعوض معامل سبعه ايوا هادشي اللي كاين ايوا والله الا صعيب بزاف هادشي ونتمنى يتسالوا معنا في التصحيح وصافي.